حضراتكم للكابتن عبد الظاهر السقا بيقول لن نبيع اي لاعب من فيوتشر خلال الفتره القادمه، واكد كمان الكابتن عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لنادي فيوتشر انه قرار مجلس الاداره انه مش هيتم رحيل اي لاعب من القوام الاساسي للفريق، وحتى الان لن يرحل اي لاعب. واضاف كمان لا يوجد لدينا مشاكل مع اي نادي، نحن نحاول المنافسه، لذلك من الصعب الاستغناء عن القوام الاساسي للفريق. تعاقدنا مع 6 لعيبه، هنبدا الاعلان عن الصفقات بدايه الشهر القادم، وهم لعيبه على مستوى عالي. معنا كلام عبد الظاهر السقا، طبعا الكلام واضح وصريح. احمد رفعت، معنى كلام الكابتن عبد الظاهر انه مش هيرحل عن فريق فيوتشر. احمد عاطف، معنى الكلام انه مش هيرحل عن فريق فيوتشر. عموما احنا هنتابع مع حضراتكم خلال الايام اللي جايه، هنشوف في لعيبه هترحل ولا لا، هنتابع وهنشوف ان شاء الله اللعيبه دي وجودها فعلا مهم وقوام اساسي، فيوتشر لن يستغنى عنهم لان عندهم طبعا الكونفدراليه الافريقيه، ممكن يكون فعلا النادي بحاجه ان هو ما يفرطش من اللعيبه الاساسيين. وكمان هنستمتع بالتاكيد بالصفقات الجديده اللي تم ابرامها من قبل نادي فيوتشر.